الكابتن حمدان الحمدان لاعب الفتح والمنتخب السعودي، اول شيء نورتنا، وكيف تشوف افتتاح ملعب الفتح والمنتخب السعودي يلعب في الملعب؟ حبيبي والله يا ابو سعود، اول شيء سعيد بتواجدي معاك انت شخصيا، والنور نورك يا رب، وانا اقول انتم بعد انتم منورين، وانتم الاضافه اللي لنا، انتم اليوم اسعدتونا بجيتكم. مباراة اكيد منتخب، لكن الحضور اللي يكون فيها حضور غير طبيعي زي ما يقولون، وشيء مبهر انك انت تشوف منشأة باسم نادي الفتح ان اليوم يلعب فيها منتخب السعودي كاول مباراة رسمية تكون على ارض نادي الفتح. صحيح. ان شاء الله ان تكون فال خير باذن الله، المنتخب قادر انه يحصل الثلاث نقاط في بداية مشوار مهم. البعض يقول مباراة سهلة منتخب باكستان، ايش تقول؟ لا، اليوم ما في شيء سهل، اليوم انت تشوف التطور الكبير، سواء اليوم حنا عندنا كسعوديين التطور تشوفها، فما بالك تشوف في المنتخبات او الاندية الاخرى او الدول الاخرى. اليوم ما في شيء سهل، اعتقد انه مباراة ما هي سهلة، المنتخب قادر انه يحسمها متى ما كان التركيز عالي في مجريات المباراة. اليوم انا متفائل كثير بوجود عناصر شابة داخل ارضية الملعب، عناصر جديدة قادرة انها تضيف وقادرة انها تبرز نفسها كأول مباريات رسمية مع المنتخب السعودي. الله يعطيك العافية كابتن. حبيبي الله يسعدك، وسعيد مرة ثانية مع التواجد معك أخوي خلف، وإن شاء الله أننا نفرح بعد نهاية المباراة.